رجعنا لكم من جديد لحتى نبلش فقراتنا الحوارية لهيدا اليوم ضمن صباحات اللاذقية على قناة أوغرت وبثنا المباشر على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. دائما وأبدا الاهتمام بالمرأة سواء من خلال الندوات الورشات أو المعارض وغيرها لحتى نقدر نحن دائما بنقول المرأة نصف المجتمع، ولكن دائما المرأة دائما عندها الحلول، وخاصة في ظل الأزمات اللي نحن عم نمرق فيها عم بتكون المرأة عم بتلاقي حلول لحتى تزيد من دخل الأسرة بظل الظروف الاقتصادية اللي نحن عم نعاني منها. مؤخرا وضمن دار الأسد للثقافة استضافت معرض لتسويق منتجات المرأة العاملة. هيدا المعرض كان فيه العديد من الحرف، العديد من المهارات. رح نتعرف أكثر على هيدا المعرض وهيدي المشاركات. بيسعدنا أن نرحب بضيوفنا اللي صاروا معنا بالأستوديو هنا مشاركين ضمن هيدا المعرض. البداية من السيدة أهمان جورية، يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا. ومعنا كمان السيدة ماريت طنوس، يسعد أوقاتك، صباح الخير. يسعد صباحك، صباح الخير. يسعد صباحكم ويعطيكم العافية. أهلا وسهلا فيكم. بداية خلونا هيك نحكي عن تجربتنا بهذا المعرض، كيف كانت المشاركة؟ نبلش من عندك سيد ماريت. الحقيقة أنه هو نحن عاملين دورة تبعنا، دورة باتحاد عمال المحافظة، دورة منظفات من فترة شي 3 سنين، وبهالفترة حاولنا أنه نسقل المهنة ونرجع نتعلمها أكثر، وصرنا يعني صرنا نصنع منظفاتنا بالمنزلية أول شي، وبعدين بلشنا بمشاريعنا، بمشاريع انه هلا عندي حدا ببيعه، عندي اني يعني وتطورت مثلا، صرت اكثر اني قادره اني ادرب، صرت مدربه كمان. حلو. مدربه بال اذا بلشت الخطوه الاولى من امتى؟ من حوالي 3 سنين. ثلاث سنين او اربع سنين كانت عباره عن دوره منظفات باتحاد الحرفيين تابع لاتحاد من هون بلشت مثل ما بيقولوا البدايه. انا كنت كان لي فتره يعني عم ادور بدي اعمل دوره منظفات، بس كانت يعني بفتره من الفترات ما في. بعدين خبروني رفقاتي انه في دوره وهيك، رحت اتبعتها، والحقيقه كثير يعني متعه الشغل، متعه يعني. صحيح، حلو كثير. ست اهمان، شو بدك تخبرينا؟ شو كانت المشاركه؟ هلا انا عندي اول شيء ان هاي المهنه اللي عندي يعني انا شو المشروع بالبدايه؟ شكنول. حلو، فساتين سهرة. حلو، يعني انا بحب، انا هاي هواية عندي من لما كان عمري 15 سنة. لما انا توظفت دعمني الاتحاد العام لنقابة العمال، وصار يدعينا على المعارض. حلو. وصرت انا اعمل شغلات صغيره. هلا انا مثلا بالبيت بعمل فساتين سهره مثل هي، فساتين كبيره، اما بالمعرض مثلا بعمل لوحه صغيره، بعمل وردات مثلا، كلوشات صغيره مشان يحطون على البلواز، على فستان، على تنوره هيك. هي ضمن مشاركتك ضمن المعرض اللي صار مؤخرا، مين دعاكي على المعرض؟ كيف تمت هيك؟ كيف تم يعني الدعوه لحضرتك؟ انا لاني انا موظفه بالغزل، هن الاتحاد دعاني، يعني عرف اني انا بمهنتي، راح دعاني على المعرض، وانا صرت شارك بالمعارض، وهي الشغلة كتير حسيتها كتير مشهورة، يعني انه كتير العالم بتفيد حبوها، يعني بصير في اقبال عليها، بصير في ناس تتعرف ممكن على شغلك اكتر. صحيح. طبعا لنكون اكتر باجواء المعرض رح تكون معنا رئيسة لجنة المرأة العاملة السيدة ليلى اسبر عبر اتصال هاتفي. يسعد صباحك ست ليلى. وصباحكم يا رب، ويعطيكم الف عافية. يسعدنا صباحك يا رب. وصباحك ان شاء الله. بالبداية نحكي عن المعرض ست ليلى، كيف تمت التحضيرات لإله؟ كيف تمت إقامته؟ نحن الحقيقة هيدا المعرض كان إنتاج مشروع دعم اقتصاديات الأسرة العاملة. هذا المشروع أطلقه الاتحاد العام من 3 سنين بالتعاون مع هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكان مجانا. والهدف من هيدا المشروع هو نتيجة الظروف الصعبة اللي وصلنا لنتيجة الحصار والحرب، حاولنا نحن ندعم الأسرة العاملة من خلال تعليم أحد أفراد أسرتها، إن كانت العاملة
نفسها او زوجة العامل او بنت العامل او العاملة مهنة، يعني ندربهم على دورات مهنية حرفية بمدة قليلة ويكون نتاجها على ارض الواقع سريع ليقدروا يخففوا شوي من تسقيلات الراتب، بالاضافة لخلق فرصة عمل احد افراد الاسرة العاملة. هذا كان مشروع دعم اقتصاديات الاسرة العاملة. الحقيقة عملنا لهم دورات مهنية وحرفية متعددة بعدة انواع. طبعا من اهداف المعرض، من اهداف هذا المشروع هو إقامة معارض لمنتجات المرأة العاملة ضمن هالمشروع، لنبين احنا قديش كان في نتاج حقيقي وفعلي وحقق اهدافه. فكانت هاي المعارض نحن دائما معنيين كل سنة ان شاء الله إقامة معرض لتعريف بالمنتج بالإضافة لا توسيع مشاركاتهم. صحيح، يعطيكم ألف عافية يا رب. يعني اليوم أبرز المشاركات، يعني مثل ما عم نشوف السيدة ماريت والسيدة أهمان مشاركين كانوا بالمنظفات وبالغزل وبالتطريز على النور. شو أبرز كانت المشاركات ضمن هذا المعرض؟ هلا نحن عنا كان ضمن من كل الدورات اللي عملناها ضمن صناعة المنظفات، العطور، المواد التجميلية، الكروشيات، تدوير، إعادة تدوير المنتجات بالإضافة للشك النوع اليدوي، الأكسسوارات. الحقيقة وكان عنا دورات حلاقة رجالي ونسواني، عنا دورات كان تسويق إلكتروني، دورات صيانة حاسبة، دورات شوي فكرية. هن ما بدنا، يعني ما بنقدر نعرض نتاجهم. المشروع كان كثير والمشاركات متنوعة وحلوة كثير وتميزت. يعني هي تميزت أنه دائما هدول الصبايا واللي تعلموا ضمن الدورات اللي أقمناها نحن بالتعاون مع المشاريع في كادر فني متخصص. يعني نحن بيكون منتج عالي جودة ومتقن ويعني صار له حضور بالسوق المحلية، وخاصة أنه نحن عم نسلمهم شهادات مهنية بتمكنهم إذا حبوا يفتحوا مكان، يعني غير أنهم مارسوا ببيتهم ببيئتهم ممكن أن يطوروا عملهم ويفتحوا مكان خاص فيهم. يعطيكم ألف عافية. يعني السيدة ليلى أسبر فعلا يعني مجهود واضح. صحيح. وإن شاء الله يا رب هيك الأهداف القريبة تبين على المشاركين اللي هلأ كمان رح نواصل دردشتنا معا. شكرا كثير لك سيدة ليلى. يعطيكم ألف عافية. شكرا. يعطيكم ألف عافية. شكرا. شكرا لحضرتك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. مثل ما حكت الست ليلى كتير مهم، يعني نحن بالعادة بنسمع أنه سيدات ربات بيوت عم يفتحوا مشاريع، بس هون نحن عم نشوف سيدات عندهم عمل، يعني عندهم وظيفة ومع هيك لاقوا وقت لحتى يقدروا يتدربوا مثل ما حكت الست ليلى، يمكن لزيادة الدخل لحتى نقدر نحن نفعل الأسرة أكثر بظل الظروف اللي نحن عم نعيش فيها. كيف لقينا هيدا الوقت ست مرات لحتى نحن تعلمنا على صناعة المنظفات؟ كيف نظمنا الوقت ولوين بدنا نوصل؟ هلا الحقيقه انه يعني الا كل حدا عنده محل فاضي ببيته، بلكون كذا. هلا نحن عندنا بصناعه المنظفات انه بدك بس مكان واغراض حلو انه تستعمليها. هلا بيضل الواحد عنده محل، بعدين وقت قصه بتحبيها بتدبري لها، يعني بيتدبر لها وقت وبيتدبر لها 100 قصه. الحقيقه انه هي كثير شغله حلوه، لانه انت يعني عباره عن خلط بعض المواد بتلاقي انك طلع معك شيء كثير حلو. مثلا انا بعمل بلسم، بعمل شامبو، بعمل مثلا شامبوات بعده انواع، مثلا حتى انواع البلسم. بتحسي انه وقت بتطلع النتيجه حلوه وكثير، والعالم بتقول لك انه بجنه تطلبه. فبتحسي انه بس ممكن هون بتجري يعني اهميه انه نحن نتبع هيك دورات ونروح لاماكن متخصصه من خطوره سوء استخدامهم او من خطوره تجربه الاشخاص لوحدهم. يعني المراه بالبيت ما بصير تجرب لحالها. هلا طبعا، لانه في عندك مثلا، هلا في عندنا مواد حارقه، هلا اذا مثلا بتنخلط المواد هلا بده ينتبه واحد. تماماً. كفوف، كمامات، كل هاي القصص تعلمتيها ضمن مشاركتك؟ لا، ضمن المشاركه، ضمن الدوره طبعا، ضمن المخاطر وكل شيء، كل المواد. هون بدي اسال الاستاذ، شو تعلمتي ضمن الدورات اللي يعني ساويتيهم ضمن المراه؟ هلا انا لما انا اول شيء الدوره اللي عملتها اشتغلت انا بشك النول. صرت انزل يوميا من الصبح للمساء، يعني خلال يوم انا كنت متعلمه لانه كان عمري 15 سنه لما تعلمتها. بعدين نميت لهالموهبه وصرت اتعامل مع مصممين ازياء. مثلا يعطوني الورقه اللي بيرسموا عليها
تصميم قصدك. تمام. وبعدين انا برسمها على القماش على الطول، وبعدين بصير انا إلى ابري خاصه بشتغل فيها. كثير حلو. وعم نشوف اللوحه اللي بجنبك ست اهمان، اللوحه بس نحكي عن اللوحه كيف تم العمل عليها. هلا هي اجت مرسومه، المصمم هو بده اياها انه على حذافيرة، يعني مثلا هلا هون هذا الخط، مثلا هذا الخط برق، هذا الخط لولو، هذا الخط سيلان، هذا الخط زكزاك، يعني كل وحده حاطلع لها اشاره في انواع، يعني يمكن انواع الخرز مستخدمه. ايوه. فبقى انا مثلا حسب الاشاره انا بمشي عليها. قديش هي القصه، قديش بدها هي القصه هيك وقت وصبر وفن يعني؟ اي طبعا. هلا انا بعد برجع من الدوام بقعد برتاح شوي، بعمل كاسه متي وبقعد. بدك كاسه متي بس. والله يعني جد، يعني عن جد الله يعطيك العافيه، يعني بعد الشغل بتبلشي شغل، يعني عن جد ما شاء الله عنك. كل يوم شيء 3 ساعات 4 ساعات بالليل، يعني انه بعد برجع من الدوام. الله يعطيك. والشغل ضمن الغزل يعني صعب مانو سهل، وما هيك عم نلاقي وقت مثل ما حكيت الست مرات، يمكن الحدا اللي بيحب شغله اكيد رح يلاقي له وقت. اكيد. تماما. بدنا نحكي عن هي المشاركه ضمن المعرض، هي اول مشاركه لك ست مرات؟ هلا انا الحقيقه انه اول مشاركه لي، مع اني قبل يعني صار في معرضين. اتحاد عمال المحافظه بيعمل كل سنه معارض دوريه، والحقيقه انه المعارض بتكون مجانيه. يعني هلا نحن اذا بدنا ناخذ طاوله باي مكان من المعارض بدنا ندفع، في عندك اجراء، في عندك يعني كل شيء، فهيدا المعارض كلها مجانية يعني ولا شيء. حتى كمان مشكورين المركز الثقافي كمان قدم كل الستاندات، قدم المكان، قدم كل شيء، يعني كمان انه كلياتها كانت مجانية. صحيح. أهمية اليوم الترويج لمنتجات المرأة، لمنتجات نحن عم نسويها بالبيت من خلال معارض، قديش مهمة هي القصة؟ هلا هي مهمة كثير للترويج لنا، بس يعني نحن في قصة كتير انه هلا هو الغش برا كتير، فنحن هيدا الغش خلاه انه يعطي عدم مصداقية للامور اللي بتنعمل منزلية. مع العلم انه نحن منتجاتنا خالية من الغش ابدا، وخاضعة حتى بتنقاس في عندنا معايير خاصة في ورق البي اتش وهيك، فبتنقاس لنقيس مدى انه هي مغشوشة ولا لا. بس يعني نحن بتشجعنا هيدي القصة، وبتطور لنا وبتفتح لنا مجالات. كتير حلو، لأنه مثل ما قلت لك خالية من الغش. بعدين يعني بدي أقول لك إنه نحن عم نستعملها على حالنا، يعني أنا بقول لهم وقت حدا بيسألني إنه مثلا البلسم كويس، بقول لهم مثلا نشوفوا شعري مثلا إذا والله ما شاء الله حلو. ست أهمان اللي بالبداية أول تحت الهوا كنا عم نسأل عن معنى اسمك، ونسيت ما أسألك مشان حدا عم يشوفنا هيك، أهمان شو يعني أهمان؟ معنى الدموع. الله يبعد عننا الدموع دائما. دموع الفرح. كثير الاسم. دموع الفرح. اوكي. بدنا نحكي عن الصعوبات، مثل ما حكيت ست مرات يمكن الغش، القصص عم بتصير عم بتاثر على شغلنا، يمكن السمعه اللي عم ممكن تكون سيئه احيانا بسبب الترويج الخطا، خليني اقول، شو الصعوبات اللي عم تعاني منها ست اهمان؟ هلا نحن شغلنا بشكل عام بده دقه. الدقة، هلا مثلا في عندك انت الخط بدك ترسمي الخط تماما، يعني انت بدك تكوني حتى شاطرة بالرسم، بحيث انه لما انت عم تمشي على الرسمة ما تزيح هيك او هيك، زاحت الخرزة هيك انتزع منظر الرسمة كلها. دقة. فبقى انت في عندك، لانه في عندك كذا مثلا نوع بالفستان، في عندك اللولو، عندك البرق، عندك السيلان، بدك تدخلي كلها ضمن الفستان حسب المصمم اللي بيكون هو مصمم الفستان. هلا هون انا ما بعرف، بس كمان في شغلة بدي خالفكم فيها الرأي. هي موضوع انه اليوم اي شيء بينصنع بالمنزل بيطلقوا عليه انه الغش، لا بالعكس على فكرة، اكثر شيء بينصنع بالمنزل هو الناس بتثق فيه، لانه مثل ما عم تقولي انت هو مصنوع لحتى يتجرب، او شيء بيجربوه الواحد على حاله. لا انا ما عم بحكي على المصنوع، عم بحكي على الورشات. بعض الورشات اللي برا مثلا بتشتري بتقول مانو سيء، هو دائما لازم يكون، فبصير قلة ثقة بالمنتج اللي بينصنع باليد. هلا بس كمان في عندنا كمان نحن صعوبات غلاء الأسعار. هي شو الصعوبات؟ انه غلاء الاسعار. هلا نحن وقت بلشنا من 4 سنين مثلا كان تقدر تحط منتج بسعر كثير مقبول، هلا غليت الاسعار فاضطرينا انه نرفع اسعارنا. غلاء المواد الاوليه
في عندنا غلاء العبوات البلاستيك، فاضطرينا احيانا نبيع بالاكياس. غلاء على الكل، لكن اليوم بيضل المنتج اقل من سعر السوق. طبعاً وافضل طبعاً منه. افضل واكثر جوده ابدا. والصعوبات الثانيه عم تعاني منها مشكله الخرز، عم نلاقي كل انواع الخرز بالسوق. هلا في انواع الخرز كلها، بس المشكله بالغلاء كمان، يعني كله صحيح. كله غالي. يعني حتى الخيط اللي عم نشتغل فيه كمان غالي. ونحن لما عم نشتغل مثلا وما عم يعطونا حقنا يعني اثناء التسويق قصدك. هو للاسف يعني سعر الغلاء، سعر المواد مع الاشخاص اللي بدهم يشتروها، هون عم بتصير في مشكله بالتسويق، عم نعاني منها كلنا. بس انا بدي احكي عن اللوحه اللي بجنبك ست اهمان، اللي عم حضرتك كمان مشتغلتيها. هاي اشتغلتها بالمعرض بالمركز الثقافي، وانا قاعده عم بتسلك. انت رحت خليت رفيقتي رسامي حلو تكتب ترسمها، وانا صرت اشتغلها بالخرز. قد بتاخذ منك وقت مثلا؟ اكلت معي هي ساعه ونص. حلو 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 كتير، يعني هيك بساعة ونص. هاي إسا ما خلصتها، يعني إسا بدي أعمل فيها ذهبي هيك، حابة أعمل فيها شيء حلو. يعطيك العافية. هون يعني الروح والفن صحيح. يعني بتنوجد أحيانا بلحظات بيبدع الواحد فيها. هون بدي أسألك سيدة اليوم، يعني مثلا بتجي على بالك هيك افكار مثلا تعملي خلطات هيك من لحالك، تكتشفي شغلات جديده؟ اكيد بيطلع معك أكيد هيك شيء. اكيد مثلا حدا بيقول لك مثلا انه بدي فرضا شامبو، مثلا انه شعري بينكش مثلا، بدك شامبو بنوعيه معينه مثلا، بتقول له بحط لك ماده كذا بتخفف النكشه، بده شيء بدعم، بده كله طبعا بتستندي فيه لدراسات. لدراسات طبعا نوعيه الزيوت، نوعيه المواد اللي بنخلطها بنحطها معها كلها طبيعيه. هلا هو بالاصل مواد كيماويه، بس المواد الاضافيه الاضافات هي بتكون مواد طبيعيه، اللي بتكون بتحسين المنتج. المواد اللي بتساعد بتحسين المنتج بتكون مواد حلو. طبيعيه كثير حلو. هلا نحن عم نحكي هون على صناعه المنظفات وعلى شك النول اذا صح التسميه تمام. طبعا هلا اي حرفه، اي حرفه يمكن البدايه فيها صعبه، لحتى نحن نستمر وننجح شو لازم، شو هي العوامل اللي بتخليني انجح باي مهنه واي حرفه؟ بدنا رايكم حضراتكم اثنيناتكم، تفضلي البدايه من عندك ست اهمان. هلا انا اول ما بلشت بهي المهنه، انا فتت على الانترنت شك النول. هلا بسموه الابره الهنديه. الابره الهنديه هي اساسها، هي شك النول اساسها بالهند. بالهند البدايه تبع هو اسمها الابره الهنديه. انا انتبهت عليهم انه مثلا حتى طرحه العروس اللي عندهم قديش بتكون كبيره وطويله، بتكون كلها مشكوكه خرز. كثير حلو كثير عم بيعطي هيك بيعطي لفت نظر انه انا فتت صرت شوف كيف عم يشتغلوا. يعني هلا عندهم هن الشباب، حتى الشباب هن بيشتغلوا مو بنات. شفتهم كيف عم يشتغلوا، الطريقه اللي عم يشتغلوا فيها، حاولت قلدهم وصارت تزبط معي. حلو حلو حلو. واليوم اذا بدنا نشوف كون عم نحكي عن المعرض، يعني نتائج هذا المعرض شو هيك، شو سوا لكم، شو كانت نتائجه عليكم انتم كمشاركين؟ هلا الحقيقه انه نحن كثير انبسطنا، يعني وقت عرضت منتجاتي وكان اسمي مكتوب عليها، وكثير يعني هيك صار ثقه بالنفس، اعطت ثقه بالنفس تمام. في ثقل للشخصيه انه انت تقدري تتعاملي مع الناس، تقدري تروجي للمنتج تبعك. ووعد اتحاد العمال انه يعني سوعدنا بالدعم المستمر، انه هو يعملنا مثل ركن دائم بالاتحاد العمال، انه نعرض فيه معروضاتنا على طول دائم. بشكل دائم على مدار السنه. ويعني انه مشان ما نوقف، ما ننطر بس على موضوع المعارض صحيح. يعني انه بتتطور القصه فينا، مثلا ممكن نشارك بفتح مصنع لكلياتنا، معمل مشترك كلياتنا نحن ورفقاتنا كلياتنا اللي بنصنع منتجات المنظفات وهيك. ف يعني هيدي القصه بتخليها هيك انه تحسي انه الواحد له مكان، بيعطيكي دعم، يمكن دعم وحتى ثقل للشخصيه. أصح. حسي انه بالاضافه لانه انت تستفادي ماديا ومعنويا. كثير حلو. هذا اللي كنت عم بساله، نحن اذا بدنا نستمر باي حرفه باي مهنه، يمكن لما بدي بلش ما يكون عندي هذا السوق للتسويق، يعني ما دائما مو اول عبوه شامبو انا اشتغلتها بعتها. طبعا بدي بدها صبر لحتى اقدر انا اوصل ويصير عندي اسم بهيدا المجال. الحقيقه بدها وقت، بس المصداقيه هي الامان. هي الامان. العالم لما بتجرب وبتلاقي انه في مصداقيه وفي شيء كويس، منتج
يعني منيح فبتستمري. ممكن هون الواحد لما بيكون بداية مشروع يمل انه مثلا انا ما مشي الحال ما بعته، ودائما نحن بسبب الظرف اللي نحن مارين فيه الظرف الاقتصادي، فهون يعني بدي اعمل مشروع ناطرة منه المردود بشكل مباشر. هلا هون شو لازم نعمل؟ هلا بدي اقول لك شغله. هلا نحن كنا من قبل ما قلت لك كان في رخص بالاسعار وهيك، هلا يعني حتى بهيدا المعرض عملنا كميات قليلة. تمام. كميات ما عملنا بقى كميات كبيرة مثل قبل بناء على الطلب يمكن. لا ما بناء، يعني انه نحن بدنا نعرض بحكم الموجود انه ممكن هيدي القصة تنباع. دعم اتحاد العمال، كان في شوية اقبال باليوم الاول، بعدين بحكم خصوصيته للمركز الثقافي انه هو ما كتير يعني كان في فعالية اول يوم بيوم المؤتمر كان في فعاليات فصار اقبال. حلو. ومبيع. تعرف. باليوم مثلا الثاني والثالث خف خف شوي. هلا ضل عندنا شوية اغراض. رجع دعم كمان مثل ما قلت لك اتحاد العمال وبعض المدراء كمان ساعدوا مشكورين، كلياتهم بعتوا النقابات اشتروا جزء كبير من المواد. يعني انه بضل لا بس بدها دعم. ممكن هون بتصير قصة التكاملية يعني من خلال تشارك بيناتنا نزور هيك اماكن. صحيح. ممكن كمان تقام معارض ممكن باسواق او باماكن عامة كمان يعني بتشجع هذا الموضوع لسه اكثر واكثر. هلا هن بيحكوا رفقاتنا على انه كان في معرض باول معرض صار باتحاد العمال، في معرض بالجامعه كمان كان كتير بيكون في تماما اقبال كثير كبير. هون سيدي اهمان كمان اليوم المعرض بالنسبه للاعمال اللي حضرتك بتقومي فيها ممكن حتى بيعرف كثير من الاشخاص اللي منهم انا ما كنت بعرف انه هي القصص ممكن تتساوى بالايد. في بيقولوا لك اه هي بتتساوى بالايد ما في اله او مثلا مكنه، يعني هي القصص قديش مثلا بتلاقي تأكيد عليها انه برافو عنك انت عم تشتغلي هذا الشغل كله. ايه هلا في عندك هلا مثلا مثل حبات اللولو هي ما بتشتغل على المكنه هي. ليش؟ لانها بتتكسر. صحيح. عندك حبات السيلان ما بتنشغل كمان هيك، يعني كمان بتتكسر. بس يعني انت الجند المجهول مثل ما بنقول بنشوف نحن مثلا على سبيل المثال فستان كله كامل بنقول واو شو حلو، بس ما بنعرف مين، نقول المصمم كذا بس ما بنعرف الايادي هي المبدعه اللي كانت عم تطرز. ايه فبقى هلا هي شغلي كثير بدها صبر وبدها وقت. يعني هلا مثلا مثل هي انا اخذي معي 5 ايام، هلا اذا بنت متعلمه عن جديد بدها فيها شهر اجباري لك بدها شهر فيها نظامي، انا بدها ضلت معي 5 ايام. انو هي كلها ما شاء الله 5 ايام كلها 5 ايام. هي اسا لها كمان تكملي لها الصدر، هي بس هذا الظهر الفستان بس هذا الدهن. ايه انا عندي كمان قصة الصدر وقصة في عندي الكمام. خلصتيهم هدول؟ خلصتهم، ضليت فيهم شيء حوالي شيء 13 يوم ما شاء الله عنك. حلو حلو. دائما الخبرة اكيد بتلعب دور، دائما حدا الخبير واللي يعني عنده الخبرة. تفضل. هلا كمان انا الوقت عندي كمان شوي ضيق لانه دوامي 12 ساعة، لانه هيك دوام صعب شوي. صحيح دوام. فبقى انا بدي احدد وقت يعني 3 ساعات 4 ساعات لحتى للشغل. صحيح صحيح. هلا بدنا نحكي عن النقد، احيانا النقد البناء خليني اقول، في حدا مثلا بيستعمل الشامبو تبعك من العيله من الاهل من القرايب بيقول والله يا ست مريت لو قالت لو ضايف فيها القصه، يعني كيف بنتعامل نحن مع النقد ست هلا مريت؟ من حسي يعني انا ما في حدا يعني انه الا مثلا بيقول لك مثلا ما عجبني شغله كذا ريحه خفيفه مثلا او اي شيء مثلا فورا منعالجه يعني ما في منحل الموضوع بأرضه فورا بأرضه. يعطيكم ألف عافية السيدة مارية طنوس والسيدة أهمان جورية، شكرا كثير لكم. شكرا لمشاركاتكم عن جد، يعني إن شاء الله يا رب هيك تلاقي النور وتبصر النور لأعمال إن شاء الله تنشهر وصير على مستوى ويكون في إلى مردود نفسي ومادي لألكم كتير كبير. شكرا كتير لألكم. شكرا لوجودكم معنا. دائما نحن بنفخر فيكم هيك الأشخاص اللي بيكون عندهم دوامين وشغلين وما هيك بدافع العائلة والبيت. يعطيكم ألف عافية، دائما المرأة السورية مصدر للفخر لنا. يعطيكم ألف عافية. بالتوفيق. شكرا شكرا.